اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حالة رائع تجي على هذا الشكل. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتتبعوا الفيديو حتى الأخير. يلا بينا نبداو على بركة الله. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بأفضل الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الحالة اللي تيجي زوين بزاف. غنحتاجو في المرحلة الأولى بسكوي، هو هذا البسكوي، بسكوي عادي ماريا ولا توستادا ولا غادي نشمو بحال هكا غير بيدينا، منحتاجش نديرو في الهاشية ولا شي حاجة. حتى تيولي على هاد الشكل بحال هكا، ناخدو لي فيغين ديالنا. ممكن أنكم ديرو في لي فيغين أو لا ديرو في حجم عائلي، ديرو في هاد المول ديال الدجاج بحال هكدا أو لا في لي فيغين. غناخدو شوية ديال البسكوي، غناخد شوية ديال الحليب وغادي نسقي بيه هاد البسكوي ديالنا. بالنسبة إلا درتو في المول الزجاج بحجم عائلي، ما يحتاجش أنكم تهرسو هكا البسكوي، غادي تاخدو البسكوي يكون صحيح وغادي تغمسو في الحليب وغادي تحطو في المول. الشكل غادي نحطو لي فيغين ديالنا على جنب ونمرو باش نحطو الكريمة. غادي نحتاجو الكريمة، عندنا هنا الكريمة السائلة، هادي فيها كاس ديال العنبة، فيها 20 سنتيليتر، لكن كاس العنبة. عندنا هنا واحد ياغورت طبيعي، واحد 5 ديال مثلثات الجبن، ممكن تعوضوه بمربعات الجبن. عندي هنا واحد 3 ديال المعالق ديال السكر، حيت انا الكريمه ديالي مسوسه، الا كانت كريمه حلوه ممكن نزيدو غير ملعقه تاع السكر. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الكميه ديال لي فيغين اللي درتو اولا على حسب المول اللي غادي ديرو فيه. اذا تبقى عندكم ميزانكم، انا غادي ندير هذه الكميه بالنسبه لهاد لي فيغين اللي عندي، وغادي نشوف غادي نوريكم في الاخير واش غطي شي كريمه. ناخذ الاناء بحال هكا. بالنسبه للكريمه ما غاديش نطلعوها حتى تولي شونتيي، غير نطلعها شويه غير حتى تعقد وصافي، ما نخلطوهاش بزاف او ما نطربوهاش بزاف. ندير السكر، مثلثات الجبن،
من بعد ما ساليت دابا غادي ندخلوا لي فيغين ديالنا الثلاجه، اقل شيء واحد 4 ديال السوايع وطلقوا بعد ديالك.